جيم من انتون من اونت بيستوب سيسيس بول روك. اللهم اجعلنا مستحقين لكل بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوت، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في الشرير. كم بخريستوس يسوس بن شوي ابي بروسف كيستوس تي ريني باسي كتب نب ماتي صار ان شي بموت ان تطفن برير اصناني في وين نايتف نوتي فيوت بن شوي سوى بن نوتي وبن سوتير Jesus, be Christo, Jebris Kibazine, go on a voice in Eron of the Eron, of Shop Tinero of the Aswin of the Tutin of Intinsha Hereatai, Uno Sai, in Sophon Marinti Honor, if Hobos in Tif Eron, Hin by who is Uafai, Nimni Utirun Tabin Unch. In Irini Niven in Jepi Pantocrato, O Ripsho is Pinoti, Bros of Exhausting, Kiriela is the Lord God, the Pantocrato, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ. We thank you for everything concerning everything. And in everything, we have covered us, helped us, guarded us, accepted us, yourself spared us, supported us, and have brought us to this hour. Lord have mercy. من أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات ارزقنا إياها لأنك أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب كل قوات العدو يا ليسونا ميني مار أشتنتي أتريا أسس وابت بيوت نم بشيرين ببنب ما أس واب أنون خان لا أو سني أخرست أي نوس فاي غرب بنوتي إن ألي سنون أو أنو هلبي سنتا Ankhensi es owa Ab Maria revnoti nainan hitelne Sebredveya sherene Mare eyati echerombi Es nesosietas misinane mevnoti bilogo sherene mare eyaken u shere Efuab sherene mare es mavim vi es uab shere mi chai Ilbineshten arshi Angelos, Sheri Gabriel, Bishod, Ben Bifai, Shinovi, Sheri, Yu, Enne, Esbineshti, Eme, Boro, Adromos, Sheri, Bi'owi, Beb, Singeni, Sin, Emmanu, Ilhi, Tenne, Beres, Ante, Dideoto, O this Oab, Maria, Shoisari, Emot,
non ambigue volente ne novi essere nocero nem pecchiotena a agathos nem bednemais o ep geaki exoti emmonainan Ebe brosef ki stosite Ye domne mati so gilit es God the Bantukratur, the Father of our Lord, God and Savior Jesus Christ, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind. Remember, O Lord, the souls of your servant who have fallen asleep, our fathers and our brethren. Lord, have mercy. نفوسهم أجمعين فحدنا أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسي أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما لم يخطر على قلب بشر ما عددته يا الله لمحب اسمك القدوس لنا لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم أما أنت كصالح ومحب البشر تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب كل واحد باسمه كل واحدة باسمها تفضل يا رب نيحهم واغفر لهم لأنه لا يكون أحد طاهر وبلا دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات أما نحن يا رب هب لنا كمالنا المسيح الذي يرضيك أمامك واعطينا وياهم نصيبا ومراسا مع كفاتي قديسي يا رب ارحم تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطيئة مبارك أنت أيها الرب إله أبانا متزايد بركة واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين فلتكن رحمتك علينا يا رب كما استكن عليك لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنر لي برك يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد أعمال يديك يا رب لا ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة بنورك يا رب نعاين النور فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب لك تجب البركة لك يحق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى أبد الأبد آمين جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي
أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، أن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا ذلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. آباؤنا وأخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطية، يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية، يا رب أعنا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، آمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. فين بخريستوس يسوس بن شوي سمين الليل يا شيرني تنتروس اسوا بسمت اوين بارسنس يونيفين تي مالت نو تي سمافن بخريستوس اني وانت بروسف شي اب شوي هاب شيري من ريت انت في كان نوفين اني بول شيرس تسمي سنانم بي اوين ان تايف مي بخريستوس بن نو تي تي بارسنس اسوا ماتي هو ما بشوي سنري قول انت فرانم نينبسي شي انت في كان نوفين اني بول تي بارسنس ماري ام تي سو توكوس اسواب تي بروسات سي تنوت انتب جينو سنتيتي مترومي ارب رزبا في نهري اقول نارم بخريستوس في تارك فوف بوس انت في ارموت نارم كيفول انتين النوبي شيرين او تي بارسين استورو امين الي سين شرب شو شم تي بن جينو سر اقبونا نمانو ايل تنتي هو علي فمي بيو تي بروستاتي سي تنوت نارم بن شو يسوس بخريستوس تفكان النوبي ناني بول سول سلم مريم خني في قوت صعب شوي ساقوينا من باسم الريت استوب امو فريقون كاتف ريتي اتف قوس انجي دافيد خم بيب سالموس جاسو هيرات سنزتي اورو ساقوينا من مكب اورو سولومون موتي اروس خم بيقو انتيني قو جتسوني اوو طائج في ريت بولي سمي يروسليم افتي ميني غار اروس خنهان ميشن رانفيس جوس جامي ايبول خم بيك ايبول سلام لك يا أيتها العذراء الملك الحقيقي الحقاني السلام لفخري جنسنا ولدت لنا عمانوئيل تنتي هو عريب أمي بيوتي بروستاتي ستنوت نارين بن شويسس بخريستوس تفكان النوبي ناني بول شو بين سوري سمسيقون خنمت شو سي تركن خيتوت شو سنفترن تثوت وكوثتو ينبار سنو سنسيوني بين ماتي أم في تاريه ماس بن سوري تيرن أغاسوس تبولين نخيس إبول هارو انت سمنن عن انت فهيريني شيرين او تي بارتين استورو من آلي سيني شيرب شوشم تي بنجنو سر اقبونا نمانو إيل نسألك أذكورينا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطا ونمجدك أيتها العذراء القديسة وأت إله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ما
من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسول نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا تنقش تبول خايت انتي اناس تاسي سنتني رف موت نمبي انخن تبي اونت نيو آمي Amen.
Eke esma Agios Yesin O Betir Vasilav Sin Teben Se Evioginos En Loxen Tob Nevmatu Agios Dike O Se Bimenosin
ο πατήρα φύνθε εμπένθε εβιο σταυρούς εν επου πρανείον το νεύμα το Άγιο τιμιός εστιν ο πατήρ ημών φύνσε εβένσε εβιο φως τύρεν εμπουράνιον το πνεύμα του Άγιο ξέρεστην εστιν ο πατήρ ψαλευθύνθε εβένσε εβιο όντως εν επουρανείον το εμπνεύμα το Άγιο. Σφεν σοβεμίνι εβολχεν παρετεύτεν αεσμό εμπεκράν επσόης εμπι επτερ σαβά μαρράτ κουλί ομεν κουλί χαλπί ο βέρεκ εσμάκ για ραμπέλ κόλ δάκαρ του εσμάκ فتعذيتو يا ملك الدهور وإله الآلهة يسوع المسيح إلهنا حقيق الذي أتى من أجل خلصنا متجسدا وتجسدا من الروح القدس ومن مريم العروس الطاهرة وقال بحزننا وقل لديقنا إلى فرح قلبي وتل الكل فلنسجد له ونرتل لأمه مريم الحمامة حسنا ونصرخ بصوت التعالي القائل السلام لك يا مريم أم عمانوئيل السلام لك يا مريم خلاص أبينا آدم السلام لك يا مريم أم الملجأ السلام لك يا مريم تالي لحواء السلام لك يا مريم فرح الأجيال السلام لك يا مريم فرح هابيل البار السلام لك يا مريم العذراء الحقيقية السلام لك يا مريم السلام لك يا مريم غير الدنيسة لهادئة السلام لك يا مريم نعمة إبراهيم السلام لك يا مريم لإكليل الغير المضمح السلام لك يا مريم خلاص إسحاق القديس السلام لك يا مريم أم القدس السلام لك يا مريم تالي ليعقوب السلام لك يا مريم ربوة مضعفة السلام لك يا مريم فخر يهوذا السلام لك يا مريم أم السيد السلام لك يا مريم كرادة موسى السلام لك يا مريم والدة السيد السلام لك يا مريم كرامة صموئيل السلام لك يا مريم
السلام لك يا مريم ثبت أيوب البار، السلام لك يا مريم الحجر الكريم، السلام لك يا مريم أم الحبيب، السلام لك يا مريم ابنة الملك داود، السلام لك يا مريم صديقة سليمان، السلام لك يا مريم رفعة الصديقين، السلام لك يا مريم خلاص شيء، السلام لك يا مريم شفاء أرمية، السلام لك يا مريم علمي حسكي، السلام لك يا مريم نمداني، يا السلام لك يا مريم قوتي ليا، السلام لك يا مريم نمت أليشا، السلام لك يا مريم والدة الإله، السلام لك يا مريم أمي يسوع المسيح، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة، السلام لك يا مريم أم ابن الله، السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها، مرتفعة أنت بالحقيقة أكثر من عصر نيته الممتلئة نعمة، ما هي العصا إلا مريم لأنها مثال فتوليتها، حبلت وولدت بغير زواج ابن العلي كلمة ذاتي بصلواتها وشفاعتها، افتح لنا يا رب باب الكنيسة، أسألك يا والدة الإله اجعلي أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين، فلنسألها أن تطلب عنها عند حبيبها دعيتي يا مريم العذراء الزهرة المقدسة التي للبخور التي طلعت وأزهرت من أصل رؤساء الأبواء الأنبياء، مثل عصا هارون الكاهن أظهرت وأوثقت ثمرا لأنك ولدت الكلمة غير ذرع بشر وبتوليتك بغير فساد، فلهذا نمجدك كوالدة الإله، اسألي ابنك ليغفر لنا افراحي، مريم العبدة
رسالة نادى لعند ربنا يسوع المسيح سوى تلبتك وشفاء أعتك يا سيداتنا كلنا السيدة والدة الإله نسكينوسا صارخين وقائلين قدوس أيها الرب الضابط الكل السماء والأرض مملوء أتاني من مجدي قرى أمنتك السلام لك يا مريم يا أم الله القدوس السلام لك يا مريم يا بكر بيت الوارس السلام لك يا مريم يا تابوت عهد النعمة السلام لك يا مريم يا صبر لذيذة أما السلام لك يا مريم يا جنة وفردوس السلام لك يا مريم حملت الغير محسوس السلام لك يا مريم خليلة سليمان السلام لك يا مريم يا دواء برئ التعبان السلام لك يا مريم يا ذات البتولية السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية السلام لك يا مريم يا زرع طاهر مبرور السلام لك يا مريم يا سلمى من الشرور السلام لك يا مريم يا شفاعة المؤمنين السلام لك يا مريم يا صلاح للخطئين السلام لك يا مريم يا ضياء في البرية السلام لك يا مريم طهرة ونقية السلام لك يا مريم يا زهرة بأجل بيان السلام لك يا مريم يا عروسة
السلام لك يا مريم يا غالية وسمينة، السلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة، السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب، السلام لك يا مريم يا كنز الله المرهوب، السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد، السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد، السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبوط، السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مضبوط، السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم يا لائق له في علاه، السلام لك يا مريم يا ياقوت غالي الأسمان، السلام لك يا مريم يا زهرة في البستان، تفسير اسمك في أفواه كل كمنين، الكل يقولون يا إله العذراء مريم عنا أجمعين خير نبران إمبيوتنا طائر إلى العلوب هذه التسبيحة، أذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا، المرضى اشفيهم والذين ركضوا يا رب نيحهم، وإخواتنا الذين في كل شدة يا رب أعنا وإياهم، فليباركنا الله ولنبارك اسمه القدوس في كل حين تسبيحته دائما في أفواهنا، جيف اسم رؤوت جيف يوت لمبشيرين بابن أمه Schliel. Ήρνη πάση και το πνεύμα τέσο. Ομασταλού Ιησούς Χριστός,
Avogado, City Saint Leonard, Disciples and Holy Apostles, Mene Prophet and Righteous Men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. May we be worthy to hear and act according to your holy gospel through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. Lord have mercy. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أن نذكر في صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا Maruchas het klesia ente beflaus. O maru es moero fiet kedo dra ente niebrez vieteros. Te avko eno metiot em evriti en hanes o u. Even of ingenious, so tonu of no. A fork in jab, choice so in the foaminess. Then so be for whip shiny cut out taxis and melchi. Choice so in a mimok beniot, so abim batri archies. Baba vata vadros bima hesna Em benyot ne beskobos avakara Choisev e are ebeten on kha Sumento agio, oh, evangelio. Efes maro, tenje efes ne yuchen evranim shoy senteni gom kiria flogison ektokata matheon agio evangelio to anagnosma. Sikereye. بخوف أمام الله وانستوا لسماء الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مريم الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته بركته على جميعنا آمين تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين في وسط صبايا ضاربات بالدفوف
في الكنائس بارك الله والرب من يا نبي إسرائيل شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه قد جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون أفراحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم ملكي صادق الرب عن يمينك يا بان الطوباوي المكرم رئيس الأساقف الباب الأنبات ودروس الثانية وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا كارس الرب يحفظ لنا حياتكما خلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم سمعنا الأبرسي جاءت إليه امرأة مع قارورة طيب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكئ فلما رأى تلاميذه ذلك تقمقموا قائلين لماذا كان هذا الإتلاف لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء فعلم يسوع وقال لهم لماذا تتعبون المرأة فإنها قد عملت بي عملا حسنا
لأن الفقراء معكم في كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين، لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي. لتكفي الحق أقول لكم حيثما يكرزوا بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. كثيرت نولنا كرامات عليك أنت أكثر من جميعنا لأنك أنت فخر العذراء يا مريم والدة لا اشفعي فينا سيدتنا كلنا سيدة والدة يا مريم أم مخلصنا ليغفر لنا خطايانا جيف اسمروت جيف يوت نم بشيري نم باب نب ما اسقواب تتري ياسجيك فول تنقوش تموستنتي أبانا الذي في السماوات تكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين خم بخريستوس Jesus ben chois Ono bion so kirie Irene pasi Ketob nevmati so Ayo Sayyid Rabb Yesu al-Masih kalimat al-Aba Al-Ladhi qatta'a kulli rubatat khatayana Al-Ladhi nafakh fawajah talamiz al-Qiddisin Wa rusul al-Athar Wa qal iqbalu ruh al-Qudus من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم وما مسكتموها عليهم مسكة أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان أن يغفروا الخطايا وتحل كل ربطات الظلم نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن أبائي وأخواتي وضعفي هؤلاء نحن بروسهم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا لك بعلم أو بغير علم جزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بالصغر القلب أو بكل نوع أنت عارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم انعم علينا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حالنا وحال كل شعب أمين كريالايسون كريالايسون كريالايسون
49 مع بعض، صفحة 49. يا عذراء يا أمي طلي بنورك، طلي طلي برحمة، طلي يا شفعتي يا عوني، وانسبني العالم وحدي، انتي كفاية تكوني جنبي، وانسبني العالم وحدي، انتي كفاية تكوني جنبي. يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي، يا ملك الكل السماء، يا عظيم بين النساء، في الضيق وسط الآلام، خليكي لنا معينا، خليكي معانا تملي، نتعزى وانتي معانا، خليكي معانا تملي، نتعزى وانتي معانا. يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي، يا شفيع كل النفوس، يا مباركة يا أم القدوس، كل مطلوبك تجيني، تلاقيني في حماك محروس، كل العالم بيرنم لك، الشعب مع الإكليروس، كل العالم بيرنم لك، الشعب مع الإكليروس. يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي، عظيمة يا سماء تانية، يا شرية جمر الرحمة، نتضرع كل الأوقات، تيجي تعملينا بحنان، نتضرع ونصلي كمان، تيجي تطمن الحيران، نتضرع ونصلي كمان، تيجي تطمن الحيران. يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي، يا عذراء يا أمي. صفحة 47. يا ريت الكشافة يحطوا كراسي في النص بعد إذنهم. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. يا فخر البرايا، يا خير الورى، يا بحر العطايا،
في الدنيا جرافي ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا باب السماء يا أم الفداء يا عين الرجاء يا أحلى نداء في ظل حمايتك نلتجئ عندما ندعوك اشفعي في شعبك صلي كل حين يطلبون ابنك بروح البنين في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا أم المسيح نور في الظلام يا أحلى عطية أعطتنا السلام في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا تردي طلبتنا عندما ندعو ¡Suscríbete al canal!
الشر الشر أبواب وحداني قائمة شفا وبقلبي بدعوكي يا سريعة بمعروكي ساعديني أرجوكي أنا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة بمعروكي ساعديني أرجوكي نفسي مريضة كمان ونسي أفاديها محتاج تداويها من نومها صحيها نفسي مريضة كمان ونسي أفاديها محتاج تداويها من نومها صحيها أنا بيكي بتشفى وبقلبي بدعوكي يا سريعة في معونتي ساعديني أرجوكي أنا بيكي بتشفى خلي
بيرد الصوت. Joyson neftiren ti theotokos Marias maven Isus bechristos entefkanen novi na nevon arvres bevinere egon olerodoromosem baptestis Ioannes pirev ti on sentefkanen novi να ανεβών το βεχέμε ψωίσερι εγών ο πιθυγόλο ως νευαγγελιστής Ιωάννες πιάβος τόλος εν τευκένεν νόβη να ανεβών το βεχέμε ψωίσερι εγών ο πιαθλοφόρος εμ μαρτύρος Ava mina enteni faiat entefkenen novi na nevon to beheme psois heriegon open iote thoebem patriareshis baba ava kirellos bima soho entefkenen novi na nevon amen Γορεύουν ενηγάζουν τέτοι εκκλησία άρη σοφτερός ενίσχυμ τσάινε εμένο ελπενότη χέντεν μύτητην ουχέν πόεν τεπεφιόν nem pep nem mathoa ente fes moiron dire ente ftovo enen hit ente ftancho ni shon ente nen psishine nen somat Ah!
لنا اجتمعنا الدنيا
وبدايته الأزل أنا أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي عارفين اللي كان مع موسى وشعبه في البرية واللي شق بحر يوسف لما كان في سجنه نجا من الخطر والفتية عبروا في النار ومعاهم عبر أنا أقدر أقول له يا أبويا أقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له يا أبويا أقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدي نزل واتصلب مكاني وسحق رأس الحية عارفين لما كان مصيري موت ونار أبدي نزل واتصلب مكاني وسحق رأس الحية شال عني عار الخطية وروح الفشل شال عني عار الخطية وروح الفشل ويصر لي في ضمان وشفاعة وأمل أنا أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له يا أبويا وأقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي
We've shown.
لهم. بصراحة يعني بصراحة بصراحة عاوزين الحق ولا ابن عمه؟ بصراحة كده يمكن ده أحسن كورال على مستوى نيوجيرسي كلها. على فكرة أنا صعيدي ما بعرفش جامل يعني. رحت كنايس كتير، أول كورال الواحد يعني انبسط منه، أولاً أصواتهم واحدة، هم يعني يمكن حوالي 25، تخيلي 25 أو 30، تحس إن هم صوت واحد، مفيش نشاز خالص يعني. تاني حاجة متمكنين بيقولوا كونفيدنس، مش كده؟ حاجة حلوة خالص وما مش مهزوزين يعني. تالت حاجة مفيش مايسترو قدامهم خالص، بيقولوا كده لوحدهم يعني، مفيش حد يقول لهم طب هنبتدي، طب هننهي، طب هنقول اللي بعد كده، لان هم عارفين اللي هيقولوه. بعد كده اصواتهم جميله كلهم، واللي بيعزف سولو او اللي بيقول سولو ده يعني انا كنت بقول لابونا ايه ده، تسجيل ده ولا ايه؟ اتريها واحده منهم برضو، فحاجة حلوة بتفرح، حاجة يعني we are so proud of you. يعني كمان مبسوط من الأطفال الصغيرين كمان اللي هم الكورال الصغير. شفتوا الديالوج اللي كان عاملينه واحد مع العذراء؟ حاجة يعني فانتاستيك، فحاجة حلوة خالص. كمان اللي بيعزفوا الموسيقى متمكنين وماشيين تمام مع اللحن، حاجة حلوة. لو عملنا كومبيتيشن بين الكنائس، لو هنعمل مسابقات بتاعه كورالات بين الكنائس اللي هنا، هم هياخدوا المركز الاول. طبعا ممكن الكنائس الثانيه تزعل، لكن ده الحق يعني، مش انتوا عايزين الحق؟ الحق ما يزعلش. وشكرا كمان ليهم، ثانك يو، ثانك، وي ار سو براود اوف يو. شكرا للناس اللي حفظوهم كمان، الخدام الخادمات اللي حفظوهم برضو، هم عليهم عامل كبير برضو. طبعا هم مخفيين مدام امل. في احيانا الناس اللي بيحفظوا يفضلوا يتنططوا قدامهم على اساس يعني يعرفوا ان احنا اللي حفظناهم، لكن هنا محدش عارف مين اللي حفظهم، وده حاجة إنكار للذات يعني، وحاجة تواضع. ربنا يبارك في كنيستكم، وكل سنة وانتم طيبين. We are so proud of you. Thank you so much.
الحقيقة أحبائي البركة كبيرة وجود سيدنا معنا في هذا اليوم. سيدنا جاي من بنسلفانيا وارهاق طول اليوم، لكن بركة كبيرة أن يدخل سيدنا معنا في هذا المكان المقدس والكنيسة من أول يوم افتتحناها فيها، ونشعر بحب سيدنا الكبير، وإحنا كمان بنحبه جدا 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 لأن سيدنا كله مليان محبة. فإحنا فرحانين بوجود سيدنا، عشان بننتهز الفرصة وكل الناس اللي تعبوا معانا في أثناء 17 يوم اللي عملناهم لنهضة أمنا العذراء، بس عشان إحنا نفتكرهم بحبنا ونقول لهم إحنا شاكرين ليكم على تعبكم. كل الكشافة، كل الناس اللي اشتغلوا في الستريمينج بتاع النهضة من أولها لآخرها، كل الناس اللي نظفوا الكنيسة، وكل الناس اللي اشتغلوا في المطبخ واللي اشتغلوا في البيزمنت وراء اللي انتوا شايفينه في الكنيسة، ده كله مجهود من ناس مختفيين أكتر من تقريبا 55 شخص مشتركين في الكشافة وفي المطبخ وفي الشغل بتاع الكنيسة وتنظيف الكنيسة والكوايرز والفيديو ستريمينج والحاجات دي كلها. فإحنا حاسين إن كل الناس دول عشان يطلع النهضة بالصورة الجميلة الحلوة اللي إحنا عايشين فيها والتنظيم الحلو اللي ظاهر فيها، دي كلها عمل ناس كتير بيشتغلوا في الخفاء، لكن إحنا بنقول لهم كلنا نشكركم على تعبكم وحبتكم. وكحاجة تعبيرية بس بسيطة، تعبير بسيط عن شكرنا ليهم، ياخدوا هدية بسيطة من سيدنا وناخد صورة معاه كتذكار لهذا اليوم الحلو الجميل اللي فيه سيدنا بيشرفنا وبيباركنا. هنوزع عليهم هدايا بسيطة كده مجرد ان احنا نفتكرهم، وبعدين ناخد صورة كلنا مع سيدنا مع بعض. انا هقول اسمائهم كلهم وبعدين هم يتقدموا مع لسيدنا وياخدوا الهدية بتاعتهم. اول واحد تعبان معانا من اول النهضة، من كل يوم من اول ما فتحنا الكنيسة، الاستاذ سامي اسحاق والاستاذ ماجد توفيق والاستاذ عادل عبد الملاك، استاذ اسامة عزت، استاذ تدرس استفانوس، استاذ بشرة شنودة، استاذ انور زكي، استاذ اسكندر ايوب، استاذ ممدوح هلال، استاذ ممدوح بطرس، تسوني ناهد، وتسوني نعمات سيداروس، وتسوني ريتا، وتسوني رندا باشا، وتسوني إزيس، وتسوني ساندرا يوسف، تسوني مارينا فوزي، تسوني مهرائيل إبراهيم، تسوني مريم ميخائيل، تسوني مادونا حنة، تسوني مهرائيل بسخيرون، تسوني جويس عبد المسيح، تسوني مارلين سامح، تسوني مريم خليل، تسوني مريم كمال، تسوني نورهان لويز، تسوني مريم زكي، تسوني كاسترين جابرييل، تسوني كارين ساويرس، تسوني روزان أرمانيوس، تسوني مريم عشملة، تسوني كريستين عبد الشهيد، تسوني أوليفيا موسى، تسوني مارينا شنودة، تسوني مارينا سامح، تسوني يؤنا أمير، تسوني ماريا كمال، تسوني مارينا إسحاق، تسوني هيلانا منصور، تسوني يوستينا فوزي، تسوني يوستينا جورجينا موسى، تسوني داليا ويسا، وتسوني سيلفيا جرجس. دول اللي تعبوا معانا في خلال الفترة اللي فاتت دي كلها. الناس اللي تعبوا في اللايف ستريمينج اللي عرضوا لنا في اليوتيوب واللي بيعرضوا في الكنيسة، بنشكرهم على تعبهم ومحبتهم. مكاري عياد، مينا رأفت، أبادير استفانوس، أندرو يوسف، أنتوني عوني، أنتوني أشرف، بافلي حلقة، فادي رفائيل، جورج بولس، مارك أبادير، وتوماس شكري. نشكرهم كلهم على تعبهم معانا في الفترة دي. ناخد صورة وبعدين سيدنا يوزع عليكم الهدايا. Thank you.
انا بقول ما حدش يجي ورانا تعالوا كلكم تعالوا Thank you so much. الثانيه الوحيده اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي كنا عملنا سيدنا مسابقة في الصيام الكبير، كانت عبارة عن دراسة في إنجيل لوقا وكمان كتاب إدانة الآخرين لقداسة البابا شنودة، وكمان كان في تسميع لمزامير أسبوع 6 مزامير. فالناس اللي هم اشتركوا احنا جاب لهم كارت شكر، وكمان كل اللي اشتركوا جاب لهم كارت شكر وكمان كارت ماكدونالدز $10 وهدية من الكنيسة. فاحنا بنقول لهم يعني فطارا شهيا. لكن اللي هم اربعه احسن اربعه جاوبوا وكانوا مشتركين برضو ليهم هدايا خاصه هقولها لكم لما ندعي عليهم. لو حد اسمه موجود هنا يجي ياخد الهديه من سيدنا مادلين حنا. مادلين حنا تعالي مادلين. كريمات ويليام. جيهان صليب. ميري يعقوب. ميري يعقوب. سيدنا
مونيكا كيلادا أو حد ينوب عنها، منى جبريال، أمل إسحاق، أمل أمل أمين، ليلى إسحاق، مارتينا إسحاق. مارتينا إسحاق، هاتي ماما، يا لو ماما تيجي، ممكن ماما تيجي تاخد تعالي مارتينا هنا. دلوقتي في أربعة كانوا متميزين جدا في الإجابات، هننادي عليهم. تريزا سوريال جابت جيد واخدت $50 هدية. كمان ممدوح بطرس، وهو الراجل الوحيد اللي موجود في المشاركة، وجاب جيد وخد برضو $50 هدية. ودلوقتي أحسن إجابة كانت جيد جدا لمجد عيات، شكرا. وهي اخذت $100 هديه. اخيرا برضو هي الوحيده اللي سمعت مزامير وجابت جيد في الـ في الـ في المسابقه، انا عاملين لها سبيشال يعني، غالية فارس، وهي اللي سمعت المزامير، $100 هدية، وهدية كمان كده سبيشال عشان تسميع سمعت مزامير. حد هنا؟ طيب تيجي تاخد الهدية، لو حد معاها في الكاميرا يقول لها ان احنا في هدية هنا ليها. ايش شكرا شكرا شكرا. طبعا مش معنى ان الرجالة يعني مش شطار، ده هم عشان الرجالة بيشتغلوا والستات قاعدين في البيوت. سيدنا بس بيجامل. أحبائنا اللي اشتغلوا في المطبخ وتعبوا معانا في طول الفترة بتاعت النهضة وتعبوا جامد صباحا ومساء، ربنا يعوضهم على تعبهم. مدام منى، مدام فيفي مسعود، مدام أمل إسحاق، مدام هدى غبريال، مدام صفاء توفيق، حنان بشاي، شادية فانوس، مجدة شفيق، وجيها سامي، أميرة عزيز، عفاف عطلة، ميمي استفانوس، أماني ثروت، مجدة عصام، نيفين بشرة، ربنا يعوض تعبهم، بيتعبوا معانا جامد. استنوا عشان تاخدوا صورة مع سيدنا كلكم. طيبين، ربنا يعوض تعبكم معانا.
يتعبوا جامد الناس دول من غير ما حد يدرى بيهم، ربنا يعوضهم كلهم مدام على رأسهم مدام منى طبعا، ربنا يجيبها بالسلامة. طيب ما احنا قلنا لهم يطلعوا كلهم، قلنا لهم يطلعوا حبيبي، الناس المكسوفين بيبقوا يكسفوا، احنا قلنا لهم يطلعوا. تعالوا ناخد صورة مع سيدنا. وباسمكم كلكم بنقدم هديه بسيطه لسيدنا بس عشان يفتكرنا بيها. انتوا عارفين دي الصوره فين؟ دي كانت مع ابونا بشوي في برميودا، روح ابونا بيخدم هناك. عارفين جزيره ولايه برمودا ولا مش عارفينها؟ فجزيره هي صغيره خالص في المحيط، فابونا دايما بيتعب ويروح هناك ويفتقد الناس اللي هناك ويصلي لهم مدتين ثلاثه. وفي مره رحت عشان معاهم، وبعدين ابونا حب يفسحنا على البحر لان هي كلها طبعا عشان ابونا فنان عمل الحاجات دي يعني. طبعا ما نستاهلش يا ابونا، ما نستاهلش، ربنا يخليك يا ابونا. ربنا يعوضك. نشجعك تروح برمودا، شايفين المناظر حلوه ازاي؟ ده سيدنا. ما نستاهلش، ربنا يعوضكم. سيدنا دايما بيجي وبيجيب لنا معاه فرحه كبيره وبيدينا يعني دفعه جميله في الخدمه. وسيدنا معانا كان في قداس من فتره قريبه ورسم لنا 53 شماس، والنهارده في النهضه والبركه كبيره وجود سيدنا، ربنا يديم محبته. عشان كده لان انا عارف ان سيدنا احنا بنحبه جدا وهو بيحبنا جدا، عشان كده الموضوع بتاع سيدنا بيتكلم عن المحبه، بيقول كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. عشان كده الموضوع ده بالذات أنا مختاره لسيدنا، لأن لا يستطيع أن يتكلم المحبة عن المحبة إلا اللي فعلا بيحب، وسيدنا بيحبنا من قلبه، وقلبه كله محبة تجاه جميع الناس، كبار وصغيرين وأطفال، وحتى الناس اللي بيتعبوه وبيضايقوه ودايما يقدم لهم محبة. ما شفناش سيدنا لا انتقم ولا سيدنا رد صعب على حد، ولكن قلبه دايما مليان محبة لكل إنسان اتعامل معاه. ربنا يديم رئاسة سيدنا وجوده في وسطينا، ونتمتع دايما بمحبته ووجوده، ونستمع الآن من كلمات الروح القدس الناطق على شفتيه من أجل تعليمنا في هذه الليلة المباركة. ربنا يديله الصحة وطول العمر ويخليه لينا، لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد، آمين. شكرا ابونا بشوي، ما نستاهلش الكلمات يعني الحلوه دي من ابونا، بس بيجامل يعني. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انا عارف ان الساعه وصلت 9 دلوقتي وانتوا
فحنختصر يعني شوي. الموضوع اللي هو المفروض نتكلم فيه منقسم قسمين، يعني الآية كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، ده الجزء الأول، وبعد كده اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا، ده الجزء الثاني. هناخدهم الاثنين كده مع بعض. أولا بولس الرسول، معلمنا بولس الرسول بيقول كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء. يعني كونوا متمثلين بالله، يعني قلدوا ربنا كده، يعني متقلد حد، زي واحد ما بيتمثل بواحد بيقلد حركاته وكلامه ومشيه احيانا. وفي ناس كده يبقى في واحد بيحب واحد تلاقيه بيقلد كل حاجه فيه. السيد المسيح له المجد ترك لنا مثالا لكي نتبع خطواته، بيقول كده: لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا كي تتبعوا خطواته. ترك لنا مثالا وإحنا ماشيين وراء خطواته. في المزمور بيقول كده داود النبي: تمسكت خطواتي بأثارك فما زلت قدماي. يعني الآية دي تمسكت خطواتي بأثارك فما زلت قدماي. عارفين لما يكون في ان منكم من الصعيد او من يعني شاف الحقول والفلاحين، لما يلاقي في مية ووحل وطين في الأرض، وبعدين يكون واحد مع ابنه ومش عارف يعدي، بيعمل ايه؟ يروح لاما يشيله لاما يمشي وراه، يروح حاطط رجليه في الاول عشان يحط رجليه يعمل اثار لرجليه، فرجليه تيجي على اليابس وتشيل الطين ويبقى فيه اثار القدمين، وتلاقي ابنه بيمشي على نفس الاثار عشان كده مش هيتزحلق. بيقول كده: تمسكت خطواتي بأثارك، أثار قدميك، فما زلت قدماي، رجلي مش هتتزحلق. وإحنا بنعمل كده مع ربنا، إن إحنا ماشيين ترك لنا مثال في كل شيء. النهاردة الإنجيل بتاع الصبح كان عن إيه؟ إحنا فاكرين كان أكلنا إيه من شوية؟ الإنجيل كان النهاردة عن لاوي، اللي السيد المسيح شاف لاوي اللي هو متى فقال له ايه؟ اتبعني. وقال للشاب الغني: ان اردت ان تكون كاملا روح اذهب بع كل مالك واعطي للفقراء وتعالى اتبعني حاملا الصليب فيكون لك كنز في السماء. تعالى اتبعني، اتبع خطواتي، تمثل بي. وبرضو آخرون كان بيقول وقال لآخر اتبعني، فقال له دعني أودع الذين في بيتي، وواحد قال له أروح أختبر الحقل، اشتريت قطعة أرض أروح أشوفها، إلى آخره. فكان دايما يقول للناس اتبعني. يعني نتبع السيد المسيح، يعني نتمثل به. يعني السيد المسيح نفسه بيقول كده: لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. لما غسل رجلين تلاميذه قال لهم: أنا أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت بكم أنا أيضا تصنعون أنتم أيضا. ده المثال الدهولنا عشان كده نتمثل به. عارفين الواحد لما أنتوا شفتوا المنظر ده أكيد بتشوفوه، لما بنت صغيرة كده تروح تلبس الجزمة الكبيرة بتاعت مامتها وتمشي وتتكعبل بيها، عايزة تقلد أمها، مش كده؟ ولا الولد يلبس الشوز بتاع أبوه الكبير ويبقى يعني عايم فيه زي المركب ونازل يمشي ويقع. بتشوف المنظر ده مع أولادكم،
هو عايز يقلد أبوه، وإحنا عايزين نقلد أبونا السماوي السيد المسيح. هو قال لنا كده: تمثلوا بالله كأولاد أحباء. نتمثل بالله فيه في حاجات كتير، نقلده في حاجات كتير. أولا في المحبة، كانت واضحة في حياة السيد المسيح محبته للكل. أحب الكل، أحب الخطاة، أحب الأطفال، أحب الفقراء، أحب المنبوذين، أحب الأصدقاء، أحب الأعداء، أحب العالم كله. هكذا أحب الله العالم وعطف على الجميع. إحنا نتمثل بيه إن نقدم المحبة للكل. في ناس كتيرة عندها ضيقات وتعبانة بأنواع كثيرة، نشوف الناس اللي تعبانة نقدم لها محبة، مش بس أقاربي، لكن الأقدر أعمله وأحب الناس كلها وأقدم محبة للكل، حتى أعدائي أحبهم. في ناس محتاجة كلمة عزاء، في محتاجة كلمة تشجيع، كل أنواع العطاء بكل محبة أقدر أديه للناس. في ناس مرضى، هل بنسأل على المرضى؟ هل بنسأل على يعني في ناس مسجونين، حد بنسأل عليهم؟ هل ممكن الواحد ممكن يزور فينا ناس المسجونين؟ السيد المسيح قال: كنت مسجونا فأتيتم إلي. طبعا دي عايزة هنا بيرميشن مخصوص وكده، لكن ممكن على قدر الإمكان الواحد يعمل عمل محبة مع الكل، ما يتقوقعش حول نفسه، مش يقول أنا وبس، لا، أنا أقدر أنفتح أعمل اللي أقدر عليه تعبير عن المحبة زي ما كان السيد المسيح. كونوا متمثلين بي. كمان نتمثل بالسيد المسيح في القداسة. السيد المسيح وقف قدام الناس كلها وقال لهم: من منكم يبكتني على خطية؟ مين يقدر يقول لي أنت عملت خطية؟ فيش حد. وإلا كيف كان يطلب مننا أن احنا نكون قديسين؟ هو طلب مننا نكون قديسين. كونوا قديسين كما أيضا أنتم قديسين في كل كما لأني أنا قدوس. وبطرس الرسول بيقول: بالنظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. هل اللي بيطلب مننا القداسة هو مش هو سلك بالقداسة بالجسد يعني، وهو على الأرض كان قدوس القديسين، وهو الوحيد اللي نقدر نقول عليه قدوس؟ يعني مش ممكن وحد يسمي قدوس، مش ما ينفعش، دي على ربنا بس. ممكن نسمي عبد القدوس، لكن ما نسميش حد من أطفالنا قدوس. القداسة لوحده الله. اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. حياتنا المقدسة تكون شهادة للعالم. العالم دلوقتي في الشر والخطية والنجاسة، لما احنا نكون ماشيين بالقداسة بنير للآخرين. طبعا قداسة في كل شيء، قداسة في الروح، وقداسة في الجسد، وقداسة في النفس، قداسة في السيرة، قداسة داخلية وقداسة خارجية، وقداسة في بيوتنا. كلنا مقدسين. الحاجة الثالثة اللي بنتمثل بيها في السيد المسيح الصلاة، كنا عايزين نتمثل بالله كأولاد أحباء. كان السيد المسيح رجل صلاة، عشان كده كان قوي، رجل القوة. احنا بنتكلم وهو في الجسد يعني، رجل العمل ورجل الصلاة. ممكن نعمل كل شيء، نعمل أعمالنا، لكن في نفس الوقت حياتنا تبقى صلاة. طبعا كنيستنا كنيسة صلاة. واحد يقول: أنا شغال النهار كله ومش هعرف أصلي. عندنا أنواع صلاة كتيرة في كنيستنا. القداس نوع من الصلاة، ده اللي هو التوب يعني. عندنا صلوات الأجبية، على قد ما تقدر صلي،
صلي صلاة جزء من صلاة باكر مزمورين بالليل، صلي جزء مزمورين من النوم. لو ما عرفتش تصلي بالأجبية ومش لاقي وقت، في عندنا الصلاة القصيرة اللي هي الصلاة السهمية، يا رب يسوع المسيح ارحمنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ساعدني، ودي محدش يقدر يتحجج ويقول أنا ما معيش وقت. دي تقدر تقولها وانت راكب العربية، ودي انت بتشتغل، وانت في المطبخ، وفي كل مكان، حتى وسط الناس أقدر أقولها، بتطلع زي السهم على السماء. عشان كده السيد المسيح كان مثال لنا في الصلاة، كان يشتغل في النهار يبشر ويجي في الليل يبات في جبل الزيتون، وكان علمنا أنواع الصلاة كتير. أحيانا بنجد حاجات كتيرة ليها وقت، يعني بنجد وقت للأكل، ونجد وقت للفسح، ونجد وقت للهو، ونجد وقت للتليفونات، ونجد وقت للفيسبوك، ونجد وقت للإدانة، ونجد وقت للوشايات وللشائعات والحاجات كلها دي بنجد لها وقت. ونيجي عند الصلوات نقول ما فيش وقت، هو ما فيش محبة للصلاة أساسا. فلازم يتمثل بالله حياتنا تبقى صلاة، والصلاة هي مصدر القوة اللي هي أحيانا ما يبقاش فيها في حياتنا أو سجل في حساباتنا خالص الصلاة دي. في التسليم، يعني السيد المسيح بنتمثل به في المحبة، حاجة تانية في القداسة، حاجة التالتة في الصلاة، حاجة الرابعة في التسليم، سلم حياته لله الآب. بيقول كده: فقال لهم يسوع: طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. واستمر إن هو يعطينا دي حتى النهاية، كان بيدينا إن هو مسلم حياته لمشيئة الله أو لله الآب لغاية الصليب. بيقول: وصلى في البستان، مش بصلى كده في البستان، بيقول: يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس وإلا أشربها فلتكن مشيئتك. وعلمنا الصلاة إن احنا نقول كده: لتكن مشيئتك، إن احنا نسلم حياتنا لربنا، ما نتذمرش، من دايما شاكرين، دايما نقول يا رب لتكن مشيئتك، دايما بنصلي، وفي آخر كل طلبة بنطلبها نقول له يا رب لتكن مشيئتك. احنا عارفين الصالح اللي هتعمله لينا، مشيئتك هي الصالحة، انت صانع الخيرات، انت أبونا، انت ضابط الكل، مش كده؟ ثلاث حاجات دول بيعزوا الواحد ويخلوه يسلم حياته لربنا، ان ربنا صانع الخيرات، وان هو أب لينا وبيحبنا، وان هو ضابط الكل، مش ممكن أي حاجة تحصل تأذينا لأن إحنا في إيده. رب أولاد ربنا دايما متمثلين بيه وظاهرين كده إن هم مسلمين حياتهم ومشيئتهم لمشيئة الله، تسليم كامل وخضوع كامل لله. الحاجة الخامسة اللي نتمثل بيها في السيد المسيح الصفح والمغفرة، ان احنا نغفر. مجازاة الشر بالشر ده عمل ايه؟ شيطاني. لكن مقابلة الشر بالخير ده معاملة مسيحية. اولاد ربنا معروفين كده، لما الواحد دي المعاملة المسيحية، ان يقابل الخير الشر بالخير. سمعت الانجيل ان هو الترنيمة اللي كانت بتقول، في ترنيمة من ضمن بتاعة الكورالات اللي هي بتقول: نحب أعدائنا ونبارك لعنينا ونصلي لأجل المسيئين إلينا، مش عشان ضعف، لكن ده تعليم السيد المسيح، لكن دي المسيحية بتاعتنا، بس مش في ضعف ولا خضوع ولا خنوع،
لو في حق ممكن تاخده خده، لكن لو ربنا عايزنا في مشيئة ربنا في حاجة معينة نخضع لها. عشان كده اللي بيصفح ويغفر ده هو في روح المسيح بيتمثل بالمسيح، لكن اللي بيحقد وقوم لا ينسى، احيانا احنا بنصفح بس ما بننساش، يعني الواحد يقول انا سمحته بس مش ناسي، ما ينفعش، لازم اغفر وانسى. When I forgive I forget، زي ما ربنا بيعمل، ربنا ما يعمل كده معانا. بيقول لا اعود اذكر خطاياكم، مش هفتكرها تاني خلاص. لكن احنا ما بننساش البعض، ممكن نسامحه كده او سامحها، لكن ما نساش الكلام اللي قالته من 3 سنين ولا 4 سنين. فعشان نتمثل بالسيد المسيح نغفر ونصفح وننسى حتى للاعداء. احنا بنحب حتى اعدائنا، عشان كده الانسان المسيحي انسان كامل. مش قال للشاب الغني ان اردت ان تكون كاملا؟ هو ده الكمال، ان انا احب واغفر واصفح وانسى، هو ده يوصلني للكمال. لكن لو لسه بشر يبقى ممكن اغفر ومش بنسى واحقد وتعبان في قلبي. الحاجة السادسة اللي نتمثل بها بالله في الشجاعة، أحب الكل وأبغض كلام الإثم، أبغض الإثم وأبغض الشر، وبكت المنافقين بشجاعة وقاوم بشجاعة كل شيء رديء. طبعا شفت السيد المسيح لما قلب موائد الصيارفة في الهيكل كان شجاع، بس ما مش زي ما بيمثلوها في الفيلم ان هو فضل ماسك ويضرب كده زي واحد مجرم، لا ما كانش كده، لكن بهدوء كان بيطرد بعة الحمام وكده بشجاعة، وبيقول لهم بيتي بيت الصلاة على غيرة مقدسة. وبعدين جه للحمام، قفص الحمام يعني اللي كانوا بيبيعوه عشان يقدموه ذبايح، قال ارفعوا هذه منها هنا. ليه ارفعوا هذه من هما؟ ما كسرش ليه أقفاص الحمام وخلى الحمام يطير؟ لأن الحمام وديع، وبعدين لو طير الحمام هيخسر الناس، هتخسر، هيطير الحمام في الـ مش هيلاقوه تاني. لكن الصيارفة يلموا الحاجات بتاعتهم والحاجات ممكن يجمعوها تاني، لكن الحمام هيطير وهيخسروا الناس. فهو قلبه وفي نفس الوقت ان هو شديد وقاسي، يعني عنده شجاعة لكن في قلبه حنية على الناس، خايف يحصل الناس يخسروا الحمام ويطير في الجو وما يلاقوش تاني. في الشجاعة تلاميذه كانوا كده، تلاميذ السيد المسيح كانوا شجعان وأبطال وكانوا متمثلين به، بطرس ويوحنا وبولس وسيلة على مر التاريخ، وشهداءنا كانوا شجعان، أعطوا مثال للبطولة والشجاعة. وانتوا شفتوا طبعا شهداءنا في العصر الحديث، من أول ما بدأنا أو بدأ العصر الحديث أو استشهاد في العصر الفترة اللي فاتت شهداء ليبيا، دول مش كانوا شجعان، ده كانوا أبطال، وكانوا بيعذبوهم كل يوم، قعدوا شهور يعذبوهم عشان ينكروا الإيمان وما حصلش، لغاية ما وصلوا للآخر. اوعوا تفتكروا ان هم جابوهم وراحوا دبحينهم على طول، لا، ده فضلوا في تعذيب عشان ينكروا إيمانهم المسيحي، لكن ما حصلش أبدا، دي شجاعة. وشفتوا الشجاعات باقي في شهداء دير الأنبا صموئيل، يمكن اللي اتفجرت الكنائس ما لحقوش يعني يقولوا أو يظهروا الإيمان بتاعهم مع إن هم شهداء، لكن اللي كانوا شفتوهم أنتوا أكيد وعارفين القصص، إن كانوا بيقولوا لهم انكروا المسيح أو قولوا يعني شهادة ولا سيبوا المسيح، كانوا يقولوا لا أبدا، دي شجاعة،
دي شجاعة المسيح اللي فينا اللي بنتمثل بيه. دي أولادنا تربوا على كده، وده تعليمنا، وده الوعظ من الأباء الكهنة ومدارس الأحد وتربية في البيوت، بنربي أولادنا وهم صغيرين، ده الثمار بتاعة التعليم. عشان كده أنا مسيحي، اتولدت مسيحي وعيش مسيحي وموت مسيحي، ولا أنكر ومش ممكن أنكر مسيحي. هنقولها كده تاني، أنا اتولدت مسيحي وعيش مسيحي وموت مسيحي ومش ممكن أنكر مسيحي. ده الشجاعة، مهما يحصل هي يعني هيعملوا ايه؟ آخر حاجة ان انا هموت، طب ما انا هروح عند المسيح، ايه المشكلة يعني؟ لكن ما انكرش إيماني، دي الشجاعة. عشان كده بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس عن يمين عرش الله. راح للصليب وهو مسرور وبكل شجاعة، واستهان بالخزي اللي قدموه لي. دي شجاعة المسيحيين. عشان كده نتمثل بإلهنا في الشجاعة، إن احنا نكون مسيحيين إلى النفس الأخير، نشهد للحق باستمرار. في حاجات كتيرة ممكن نتمثل بها مع للسيد المسيح، لكن ممكن يعني نسيبها لتأملاتكم انتوا بقى. في المحبة، حاجة الثانية في القداسة، حاجة الثالثة في الصلاة، حاجة الرابعة في التسليم، حاجة الخامسة في الصفح والمغفرة والتسامح، الحاجة السادسة في التسامح. الشجاعة، الشجاعة دي الجزء الأول من الآية. الجزء الثاني، كونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح. اسلكوا في المحبة. المحبة هي رباط الكمال، الباسبور اللي بندخل به السماء هو المحبة. يعني لازم أي فضيلة هتعملها، أي عمل تعمله، أي صلوات هتعملها، صوم، عطاء، أي حاجة بتقدمها لربنا هنا أو تعملها من أجل المسيح لازم تكون مختومة بختم المحبة، وإلا مش هتتقبل. لازم تبقى مختومة بختم المحبة، ده الباسبور اللي بندخل بيه السماء. يعني أي فضيلة، تخيلوا كده، أي فضيلة عملتها من دون محبة ملهاش طعم. لو بنصلي فضيلة الصلاة مثلا من غير محبة تبقى إيه؟ تبقى حمل، ويبقى الواحد بتململ وجاي القداس بالعافية ومش طايق نفسه، مصدق القداس يخلص. ولو في صلاة بصليها لوحدي في البيت ببقى مكسل، واعمل كل حاجة في النهار واجي على الصلوات اروح الاقيها، لو قلت بنا الذي لا كسلت كمان. يعني يقول لك ها ربنا عارف القلوب، عشان ما فيش محبة، لان بحب واحد بتكلم معاه. وهكذا الفضائل، العطاء، لما بدي واحد اي نوع من العطاء لو ما فيش محبة يبقى عمل، بس عمل خيري بس كده من غير محبة. لو بصوم الصوم الكبير مثلا، يعني اللي هو أتقل صوم وأصعب صوم بالنسبة لنا، من غير محبة يبقى إيه؟ يبقى حمل. يقول ياه صوم 55 يوم وكل شوية نشجع بعض، أهو وصلنا للنص، هانت، كأننا شايلين حمل، وكأننا طالعين شايلين حمل كده وطالعين على جبل عالي، والتاني ويشجع تاني والتاني يقول له ها هانت خلاص قربنا. يعني ايه ده؟ ده حمل، ولا هو الصوم حمل؟ ده الصوم محبة. ده اللي بيحب ربنا يصوم ومش عايز الصوم يخلص. ليه؟ لأنه هو بيعمل كل حاجة بمحبة. أي حاجة الواحد يعملها بمحبة هتلاقيها خفيفة ولذيذة. وهكذا قيسوا على كل الفضائل، بدون المحبة تبقى حمل تقيل. اسلكوا في المحبة.
هنا كلمة أسلكوا يعني حياتنا المسيحية أو في أرثوذكسيتنا إن في سلوك في عمل، مش بس حبوا بعضكم بعضا بس، لا أسلكوا سلوك في يسلك يعني يعمل. طيب ربنا بيوصينا أو بولس الرسول بيقول أسلكوا في المحبة، أنهي محبة اللي أسلك فيها؟ احنا عارفين طبعا المحبة على أنواع. طبعا أول نوع من المحبة اللي هو بيسموه الإيروس، اللي هو المحبة الشهوانية، اللي هو زي الأفلام اللي بتشوفوها، واحد يحب واحدة وبعد كده يتجوزها، وطبعا الحاجات الأفلام يعني، ووقع معها في الحب وممكن ما يتجوزوش، بس هي شهوة يعني، ويعملوا الخطية ويقول لك أنا بحب فلانة، my love my soul my مش عارف ايه، روحي قلبي كبدي طحالي اي حاجة، ويفضل يتغازل فيها، وهو كله ده محبة، محبة شهوانية بس فقط جسدية، بيحب جمالها بيحب جسدها بيحب ضحكتها اي حاجة يعني، كله ده حبة شهوانية. المثال زي للكده في الكتاب المقدس واضح جدا في سفر صموئيل الثاني، اللي هو أمنون، أمنون وسمار. أمنون ده ابن داود، وسمار دي كانت أخته بس من أبوه مش من أمه، فهو حبها بس مش المحبة الشهوانية، حب جسدها وأراد أن يصنع معها الخطية، مش محبة أخوية حلوة طاهرة، لا أحبها محبة شهوانية. وبعدين كان يريد أن يفنع معها الخطية. طب إزاي؟ راح تمارض، أنا بحكيكم القصة يعني باختصار، عمل نفسه مريض، قال أنا تعبان وعندي حمى وعايز حد يجيب لي أكل، عايز سمار أختي تجيب لي الأكل. طبعا الشر لما الواحد بيفكر بالشر بيستخدم الذكاء في الشر، فعملت له يعني فطير او حاجه كده، وراحت دخلت له قالها، قال له كل واحد يطلع انا مش عايز حد يبقى معايا. وبعد ما كل حد طلع راح قال لها يعني يعمل معاها الخطيه، قالت له ازاي تعمل هذه القباحه في اسرائيل وتكون عار؟ فضلت تتبكت فيه، فأزلها واغتصبها. وبعد كده الكتاب بيقول ايه؟ وأبغضها أمنون، حتى البغضة التي أبغضها به أكثر من المحبة التي بأحبها قبل كده. ده ما اسموش محبة، ده اسمه شهوة. ده أول نوع من المحبة اللي هو المحبة اللي هو الإيروس، شهوانية. طبعا مثال تاني اللي هو يوسف، امرأة فطفار كانت بتحبه إلى آخره، وشفت وعارفين القصة، لكن هي كانت محبة شهوانية. النوع الثاني من المحبة اللي هو الفيلو، المحبة الأخوية يعني، أو التبادل المنفعة. فلان بيحبني، بحبه لأنه هو بيساعدني، لأنه هو بيديني أحبه، بستنفع منه، بيساعدني في حاجات معينة إلى آخره. دي المحبة الأخوية، ده اللي هو المحبة البشرية يعني، هي مش خطية لكن مش محبة من القلب، ومش محبة جنوين يعني، لكن هي محبة نفعية، بستنفع وبحب. أنا بتديني أحبك، ما بتديش يبقى ما خلاص مش هحبك. ولو واحد بيحب واحد عشان بيديه حاجة وبعد كده بطل، تلاقيه زعل منه. دي المحبة الأخوية. المحبة الثالثة اللي هي اسمها أغابي، حد اسمه أغابي هنا؟ أغابي يعني محبة، اللي هي المحبة الإلهية بتاعت السيد المسيح. عشان كده في الآية بتقول ايه؟ أسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح. هي دي المحبة الحقيقية، إن المسيح
له المجد، أحبنا بدون شروط، وأحبنا ومات عننا، وأحبنا ومش عايز حاجة مننا. طب ربنا عايز ايه تفتكره يا ما بيحبنا؟ هل عايز حاجة مننا؟ هو تفتكره اللي هو عايز الفلوس، ولا عايز التسبيح، ولا عايز لأنه هو مسبح وممجد لوحده، وفي ملائكة وقديسين بيسبحوه في السماء، مش محتاج التسبيح بتاعنا، ولا محتاج شوية الدولارات اللي بتدهم له، ولا محتاج الخدمة اللي بتعملها، ولا محتاج حاجة أبدا، بس هو بيشركنا معاه. طب ما بيحبنا ليه؟ ايه السبب ان هو بيحبنا؟ يعني حبنا ليه وماله؟ عشان اولاده بس؟ ايه يعني واخد مننا ايه؟ هو عايز ايه مننا؟ مات ليه؟ عشاننا، عشان هو بيحبنا، بس هو بيحبنا عشان بيحبنا، مش لاي هدف اخر. هو بيحبنا لان هو بيحبنا، لان هو محبه. الله محبه، هو محبه، بيحب العالم كله ككل، وبيحبني شخصيا محبه شخصيه، كل واحد عارفه باسمه، كل واحد بيحبه محبة شخصية وسط البلايين دي كلها. واحد يقول طب ربنا عارفني بالاسم وحبني بالاسم؟ طبعا عارف كل واحد باسمه، دعوتك باسمك أنت لي، قال الزكى اسرع وانزل، محبة شخصية. تخيلوا الترنيمة اللي كانوا بيقولها الأولاد من شوية، اللي صنع الشمس والقمر وكل الدنيا، كل الإله العظيم اللي عمل كل الدنيا دي. انتوا فكرك انت هي الدنيا بس؟ هي الأرض اللي معانا دي، الأرض اللي احنا فيها دي عبارة عن حبة عدس في العالم، في الكون كله، في المجرات وفي الكون كله، حبة عدس صغيرة اللي فيها بلايين البشر اللي احنا شايفينها ان هي كبيرة. ففي كون كبير ربنا خلقه، وهو اللي بيمانج كل الحاجات دي كلها. اقدر اقول له ايه؟ ابويا وحبيبي، لان هو بيحبني، والهي، لان هو بيحبني محبه شخصيه. دي محبه المسيح. كمان بيحبني محبه غير متغيره، ما بيتغيرش ربنا. احنا بنتغير، مره نمشي معاه ومره نمشي مع الشيطان، ونرجع تاني نلاقي المحبه هي هي، ما بيتغيرش. كمان محبة أبدية دايمة، بيقول محبة أبدية أحببتك لذلك قدم، يعني هتفضل على طول المحبة بتاعت السيد المسيح، طبعا لو احنا مشينا معاه على طول. يعني المحبة الوحيدة بتاعت ربنا هي اللي هتفضل معانا بعد الموت. يعني كل أحبائنا هنا بعد ربنا يديلكم طولة العمر، لما يجي ننتقل من هذا العالم كل واحد بيسيبنا، مش كده؟ والرحلة كده الواحد والواحد سنجل، ومفيش ريتيرن تيكت، يعني بنروح الوحدينا ومفيش رجوع، والوحده مش هياخد لمراته ولا اخوه ولا اخته ولا حد ابدا، وحيوقف قدام ربنا لوحده، مفيش حد هيدافع عنه. حاجة صعبة مش كده؟ يعني بنواجه الموت لوحدينا، يعني كل حاجة ممكن تروح لصاحبك وتتصل بواحد ويعزيك، وتروح لقريبك وتتكلم معاه واعمل ايه طب وسوي ايه، لكن لما يجي ساعة الموت بواجه الموت لوحدي، واقف قدام ربنا لوحدي، ودافع عن نفسي لوحدي، فامامه يستد كل فم. محبة دايمة، عشان كده احنا بنحبه هنا ونستمر معاه الى ابد الابدين في المحبة، ويحبنا الى الابد. محبة ابدية ملهاش نهاية، نهاية المحبة البشرية بتنتهي هنا، لكن المحبة ربنا محبة ابدية. عشان كده دي محبة السيد المسيح اللي هي الاغابي، الاحب اثبته واسلكه في المحبة كما احبنا المسيح. طيب نحب مين؟ واحد يقول طب انا احب مين؟ احب اولادي طبعا، ممكن هنشوف كده انواع اللي يعني نحب مين بالظبط. يعني اول حاجه المحبه الاخويه،
في روميا بيقول ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. بحب أخويا سواء أخويا بالجسد أو أخويا في البشرية، يعني بحب أخويا، كل واحد يعتبر أخويا في البشرية. المحبة الأخوية ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية. كبشر كلنا إخوات بنحب بعض، حتى لو غير مسيحي برضو يعتبر أخويا في البشرية بغض النظر عن ديانته ولا لونه ولا جنسه، لأن أنا أخويا بحبه. وكمان المحبة الأخوية أخويا بالجسد بحبه، في بيبقوا أحيانا أخين وبيتخانقوا مع بعض وبيبقوا مش طايقين بعض ويودوا بعض المحاكم ويشتكوا بعض. طبعا دي حاجة تكسف ان المسيحي يعمل كده. يعني انتوا عارفين في قصة بتاع يمكن سمعتوها وعارفينها، الاتنين اخين، كان في اخ متزوج واخ ومعاه عيال يعني اولاد، واخ لسه عازب، وكانوا الاتنين يعني كل واحد ليه حقل غيط يعني بيزرع فيه، ده زرع قمح وده زرع قمح، وبياكلوا من الثمر ده ويبيعوه يعني. فجه أثناء الحصاد كل واحد حصد الحقل بتاعه، يصحى الصبح الأخ المتزوج يلاقي الحقل بتاعه زايد حزم قمح، بيقول يا ربي مين اللي بيجيب لي الحزم دي؟ إزاي بتزيد؟ ده أنا عارفهم. بيستغرب. وبعدين يجي تاني يوم الأخ الصغير اللي هو مش متزوج يلاقي زايدة برضو، فالعملية مش واضحة. ده يروح يجي بالليل في غياب أخوه وياخد من الحقل بتاعه ويحط على حقل أخوه، وده برضو يجي تاني يوم ياخد من حقله ويحط على حقل أخوه، والاتنين مستغربين يا ترى إزاي، مين اللي بيجيب لي الحاجات دي؟ وتاني هما الاثنين قرروا ان هما يسهروا ويشوفوا مين اللي بيعمل الحكايه دي بالليل. راحوا ايه تقابلوا مع بعض، ده شايل حزمه من هنا وده شايل حزمه من هنا، وراحوا تقابلوا. قال له هو انت؟ خدوا بعض بالحضن. قال له طب بتعمل ليه كده؟ قال له انا بقول انت متجوز ومعاك اولاد وانا راجل اعزب وعندك مصاريف، فانا اخد من انا عازب واديلك. طب قال له طب وانت بتعمل ليه معايا انا؟ ما انا عازب وما معيش حد. قال له انت لسه هتكون نفسك وعندك محتاجة تشتري كذا وتشتري كذا، فانا ربنا ساترها معاي بقول عشان تكون نفسك وتعرف تتجوز. وعانقوا بعض، ودي المحبة الأخوية. هل بيحصل الكلام ده دلوقتي ولا ده؟ احنا لو لقينا ناخد منه ونسرق منه مش نديله. هي دي المحبة، هي ده اللي بتدخلنا السماء، هو ده البسبور اللي بندخل بيه السماء. وانتوا عارفين قصة الاثنين المرأتين اللي كانوا في اسكندرية، طبعا دي قصة معروفة، وما كانوش بيعرفوا أولادهم من دي، تعرف أولادها من أولاد التانية. كانت القامة الروحية بتاعتهم أكتر من أنبا مكاريوس. قال له ده أنت ما وصلتش لاثنين ستات قاعدين في اسكندرية عايشين في محبة. دي المحبة الأخوية. كمان المحبة للوالدين، للأب والأم، سواء هم عايشين أو منتقلين. ربنا بيقول كده من أحب أبا أو أما، يعني دي لازم، وما أكرم أباك وأمك، دي وصية في الإنجيل أو في الوصايا العشر، أكرم أباك وأمك. هل إحنا بنحب أبائنا وأمهاتنا؟ طبعا بنقول طبعا بنحبهم. طب لما بيكبروا في السن ولما يعني مخهم يضعف شوية ولما نكون مشغولين عنهم ولما نوديهم اللي هو اسمه ايه الدار اللي هو بيسموه دي النيرسينج، ونسيبهم لغاية ما تنتهي حياتهم وما نسألش فيهم، وهم مش عارفين مش لاقين ابنهم ولا بنتهم تيجي تبص عليهم، يبقى الممرضات هم اللي بيحنوا عليهم ومش لاقين الحنان بتاع الابن ولا الام، ولا يسال عليه ابنه ولا ام
ولا بنته. ليه ان احنا دي محبة المفروض تفضل للنهاية. عشان كده ان الواحد لما بيقول اكرم اباك وامك، اكرم اباك لما بيكبر في السن او تكبر في السن، لان احنا هيحصل معانا كده برضو. يعني لو عملنا ابائنا وامهاتنا كده، اولادنا هيعملوا معانا كده. ما يفعله الانسان اياه ايضا يحصد. كمان المحبة الزوجية، الواحد يحب مراته طبعا، ده ما بيحصلش يعني. المحبة الزوجية دي مهمة طبعا، لان هو ربنا قال كده: ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها، مات من اجلها. فهل الراجل بيحب مراته وممكن يضحي ويموت من اجلها؟ لا تهيئ اللي تموت، انا مالي يعني. ده وصية الكتاب المقدس، بولس الرسول بيقول كده: احبوا نساءكم كما احب المسيح الكنيسة ومات من اجلها واسلم نفسه من اجلها. ده المحبة الحقيقية. الرجل بس فالح يقول ايه؟ انا رأس الرجل، رأس المرأة، ولازم تخضع لي، وانا الحاكم بامر الله في البيت. طب انت اسي سيد، ايوه. طب هل انت بتعمل الوصية ان تموت من اجل مراتك لو يعني بتحبها موت؟ طبعا. والست المفروض او الزوجة تحب زوجها المفروض، يعني محبة متبادلة. يعني الحاجة، النوع من المحبة، محبة القريب. اي واحد قريبي بالجسد بحبه. مش بيقول كده تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل وقريبك؟ يعني يبقى في محبة للقريب، ان احب القرايب بتوعي احبهم. يعني الواحدة تحب حماتها يعني من ضمن القرايب يعني. والراجل يحب حماته الى اخره، كل القرايب يحبهم. لكن احيانا تبقى المشكله هي القرايب بتوعنا وهي اهلنا. ليه ما يبقاش في سلام وفي محبه بين الكل؟ كمان محبه الغريب، زي محبه القريب محبه الغريب. اي واحد معرفوش احبه. بعد كده محبه العدو، ودي اصعب حاجه، بس اللي عايش مع السيد المسيح وفي نعمه ونعمه السيد المسيح هيحب الاحبوا اعدائكم. كمان محبة للخطاة. هل احنا بنحب الناس الخطاة؟ لا، ده احنا بننزل بالويلات على الخطاة. لكن ربنا حب الخطاة. بولس الرسول نفسه خاطي كورنثوس، بعد كده بعد ما اداله شوية عقاب قال ايه؟ لذلك اطلب ان تمكنوا له المحبة لئلا يضيع. يعني الخطايا كثيرة في العالم، الناس كتير خطية وفي خطايا بأنواع كثيرة. هل احنا بنحب الخطايا ونكره الخطية زي السيد المسيح؟ الله يكره الخطية لكن بيحب الناس الخطايا، زي ما قال عن السيد المسيح انه هو يأكل مع العشرين والخطايا ويدخل بيوت الخطايا. ما اقولش لا ده انسان فاسد، ده واحد وحش شرير، ده واد صايع، ده الى اخره. انا بحب الكل بس بكره العمل الشرير بتاعه، لكن بحن على الكل. عشان كده الكنيسة برضو بتحب الناس الخطاة وتحب الناس اللي هم ماشيين في الشر لغاية ما يرجعوا، لكن بنكره الشر ونبكت الشر والخطية. دي أنواع المحبة. بعد كده إيه صفات المحبة؟ نحب إزاي يعني؟ اولا لازم تبقى محبه حقيقيه غير مزيفه. الكتاب المقدس في روميا بيقول المحبه فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وقال كده سلموا على بعضكم بعضا بقبله المحبه. طبعا القبله، يهوذا استخدم القبله للخيانه. عشان كده في الكتاب في الكنيسة بيقول قبلوا بعضكم بعضا
بقبلة مقدسة، قبلة طاهرة من قلب صافي، مفيش رياء، مش قدامك يحب ويسلم ومن وراك يطعن ويتكلم. احيانا كده زيك يا اختي يا حبيبتي يا وحشتيني من زمان ما شفناكيش والى اخر، ومن ورا تمسك واحدة تانية تقول لها يا اختي دي صفاتها ونعتها وخليها مش عارف تعمل ايه الكلام، يعني كله ده دي محبة رياء. هو ربنا مش شايف؟ احب يبقى احب جنون حقيقية، وإلا ما بحب خالص، يعني الرياء ده صعب، وإلا خلاص ما فيش داعي ان اتكلم برياء واقول انا بحبك. المحبة تكون بلا رياء. حاجة تاني من صفات المحبة ان انا تكون محبة عاملة وبازلة. بيقول كده القديس يوحنا: يا أولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. مش أنا بقول له بحبك ولما يطلب مساعدة ولا يطلب بيستلف حاجة ولا يطلب أقول له ما عنديش أو أي عمل محبة ما بعملوش، يبقى ده كلام. ما هو الكلام سهل، ما سهل إن أنا أقول أحبك، سهل إن أنا أقول بموت فيك أي حاجة يعني، لكن العمل هو ده المهم. محبة بازلة عاملة. كمان المحبة الخادمة، إننا بخدم بالمحبة، بنخدم بعضنا بعض. في بولس الرسول بيقول في غلاطيا: بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. يعني اللي بيخدم في الكنيسة واللي بيخدم في أي نوع من الخدمة ويقدم خدمة ومساعدة للآخرين يخدمها بمحبة، مش غصب عنه ولا عشان الناس تتكلم عليه ويقولوا ده بيخدم ولا عشان منفعة شخصية. كمان نمرة 4، المحبة المحتملة، تحتمل. اللي بيحب واحد يحتمله، حبيبك يبلع لك الزلط. أنا مش عارف يبلع الزلط إزاي، بس يعني بيبلع الزلط، يعني يعديله كل حاجة لأنه بيحب وبيحتمل بكل تواضع ووداعة وبطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. هي المحبة بتحتمل، عشان كده بنحتمل. الزوج يحتمل الزوجة والزوجة تحتمل الزوج عشان الأمور تمشي والمركب تمشي وتصير. لكن لو واحد وقف على الوحدة الأمور هتتعقد والدنيا هتبوظ. كمان المحبة تكون محبة قوية. شوف الكتاب المقدس بيقول المحبة قوية كالموت. اجعلني كخاتم على قلبك على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت والغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لذا الرب. المحبة تكون قوية كالموت، مش محبة مهزوزة. يعني مش لما تلاقي واحد بيحب واحد ولا واحدة بيحب واحد بيحب واحدة بيقول له ده أنا بموت فيكي. يعني بموت فيك دي يعني بحبك موت، يعني محبة قوية كالموت. حبه بقوة، عشان كده بيقولوا: ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض ايه؟ شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. محبة شديدة، مش محبة مهزوزة ولا يعني بسيطة ولا يعني ضعيفة، لا، محبة شديدة. اسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. وهتعرف كورنثوس الأولى 13: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر، المحبة لا تنتفخ إلى ولا تطلب ما لنفسها ولا تظن السوء، إلى آخر كل الليستة بتاعت المحبة. حياتنا المسيحية كلها محبة. كل اللي بنعمله في الفضائل ونصلي ونصوم ونخدم الآخرين وكله، الباسبور اللي هندخل بيه السماء ده اللي الختم هو ده المحبة. بدون المحبة كله ده هتلاقيه حمال ثقيلة علينا، وممكن ربنا ما يقبلش مننا الفضائل عشان بدون محبة. هيقول لك انت كنت بتمثل
كنت بتعمل حاجات عشان الناس، كنت بتعمل غصب عنك، كنت إلى آخره. ربنا يدينا إن احنا نسلك كما سلك المسيح، وهو المثال لنا في كل شيء، نتمثل بحياته وكل اللي سابه لنا المسيح وترك لنا مثال، وكمان نحب بعضنا كما هو أحبنا حتى الموت وبذل نفسه لأجلنا. ربنا يدينا كل البركة، وكل سنة وانتم طيبين، وبركة أمنا العذراء تكون معانا كلنا وتشمل حياتنا، وبكرة يعني ليلة عيد العذراء. ربنا يعيد عليكم الأيام بالخير، ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. من عمق القلب يا أحبائي نشكر سيدنا المحبوب حضرة صاحب النيافة الحبر للأنبا كراس على هذه الكلمات الهادئة الجميلة عن المحبة، وزي ما قلت إن سيدنا لأن قلبه كل محبة فهو يستطيع أن يتكلم عن المحبة من قلبه. بكرة إن شاء الله بإذن ربنا هيكون يوم طويل، يعني اليوم الليلة الكبيرة واليوم الكبير. بكرة إن شاء الله في قداس من الساعة 8 للساعة 11، وبعدين تبدأ برضو النهضة إن شاء الله الساعة 6:30 كالمعتاد، ويتعمل الزفة والتمجيد، وهيشرفنا أبونا المحبوب أبونا بيشوي وديع راعي كاتدرائية الشهيد العظيم ماري جرجس والشهداء القديسين في طنطا، وهيكلمنا عن موضوع مهم جدا، وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم بل كما يليق بقديسين، فإنكم تعلمون هذا أن كل زاني أو نجس أو طمع الذي هو عابد الأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. بعد العشية مباشرة وتوزيع الجوائز والسحب والكلام ده كله، السحب هيكون على الأيقونة العذراء الكبيرة دي، وهيكون على 3 أيقونات الخشب الصغيرين بكرة إن شاء الله، وبعديها هيكون في قداس من الساعة 10 للساعة 1 صباحا. اللي هيصوم يصوم من الساعة 4 بعد الظهر علشان يقدر إن هو يتناول، ونحضر كلنا القداس مع بعض من الساعة 10 مساء للساعة 1 صباحا، لأن لو عملنا تاني يوم أنتم متكونوش موجودين. ربنا يكون معاكم ويحافظ عليكم كل سنة وأنتم طيبين. توني عزت ما أخدش الهدية بتاعته، يعني ده ندينا اسمه بس هو ما جاش. الهدية اللي كانت هنا دي، لا لا توني عزت ده مصور الكنيسة يعني. ربنا يعوض تعبه ومحبته. خدي بقى من هنا استنى تمشيش، والناس بتوع المطبخ ربنا يعوضهم، في ناس مرضوش يطلعوا وكسفوا، فاحنا برضو بنشكرهم على محبتهم وجودهم معنا. ربنا يكون معاكم وناخد بركتكم. بعد كده هيكون في قداسات السبت والحد فقط الفتره اللي جايه لحد ما تدخل الدراسه، وساعتها نبدا ترتيب السنه الجديده ان شاء الله مع دخول الدراسه، وكل سنه وانتم طيبين. امين. الليل يا زوك سبتريك ايوك اجيب نب مات kai keston seon aston eon un amin tnoche volev goem moji oben chai sisus bech es monir in ted ven nem nemau em fiarun nem nesitin nem nesemare bek nainem tekirini oi soften bek os akichit kharis te mon un ein ankrielaison krielaison kiriev logison amin es mo erois mo Stime Tania con e volgom besmo Christus benoti Amin eshovi Ya Malik al-Salam a'tina salam qarr lana salamak waghfir lana khatayana lana laka al-mulku wal-baraka wal-'izza al-abad amin ij'alna mustahiqina an naqul bi-shukr abana alladhi fi as-samawati yati malakutuk takun mashiyatuk kadhalika 'ala al-ard khubzana alladhi lighad a'tina اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وخلصنا يسوع المسيح شركة مهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. كل سنة وانتم طيبين. استنوا بس أبونا بشوية يجيب حاجة وزعها عليكم تاخدوها من إيد سيدنا، فما تمشوش استنى.
الاساسيه.